القهوة من وقت حاب قهوة من تاريخ العاب هيا من رح هيا نلعب هيا نشاهد كل جديد. ازيكم يا اصحابي؟ ايه يا اصحابي عاملين ايه؟ الله ايه العصافير الجميلة دي؟ معلش شوفي عصافير ملونة؟ ايه ده؟ طب الطير كمان بصي بتطير ازاي؟ الله وري لهم كده وري لهم بتطير ازاي؟ وريهم كده هاتي ايدك هنا اوريك حاجه يلا وريه بس شديها بالراحه ايوه كده بتطير خالص جميل نزلي ايدك تحت استني بصي انا بوريهم اهو بصي كده ماشي انت بقى هاتي ايدك تحت هنا هي جميله بس انت بتعملي ايدك للفوق ليه بصي ايوه شدي شدي ورجعيها بقى كده كده استني هوريها لك ازاي استني ايوه كده شطوره بالراحه ايوه جميله الله بتطير ازاي يلا يلا شيلي ايدك بقى عشان نعمل لهم واحده نعرفهم بتتعمل ازاي انا جايبلك يلا هاتي لي ورقه يلا ها هتجيبي لي لون ايه جيبي لي البرتقالي دي حلوه ماشي يلا الله جميله قوي يلا بصي بقى هنعملها ازاي الورقه اهي جميله بنيجي كده استنى ما ابعد الكاميرا شويه عشان يشوفهم ماشي ورقه مربعه لازم تبقى مربعه لان المستطيله مش بتنفع لازم مربعه هنيجي نتنيها كده نعملها اتنين كده ماشي وبعدين بعد ما نتنيها نظبط الورق على بعضه كده عشان ما تبقاش مش مظبوطه خليها جميله كده الله بصي عملناها كده نفتح دي بقى ونتنيها الناحيه التانيه دي كده الله الورقه دي لونها جميله قوي هو انت شاريه الورق الجميل ده من عند مين؟ من عند عمي عمو اللي هو صاحب المكتبه ده عمو اللي في المكتبه هو عنده حاجات جميله عنده حاجات جميله قوي ماشي طيب بصي بقى اصحابنا بيشوفونا دلوقتي عارفين ان احنا تنيناها مره كده وتنيناها مره كده بعد كده نقوم قلبين الورقه كده بس المره دي بقى مش هنتنيها كده لا هنتنيها كده كده اهو شايفين اصحابنا هنعملها زي مثلث كده بقت جميله قوي نعمل كده الله وبعدين نكملها كده جميله عملنا مثلث جميل بعد كده المثلث ده هنفتح كده ونعمل الناحيه الثانيه كده يعني احنا كنا عاملينها كده هنعمل دي كده الناحيه دي كده ماشي نظبطها كده الله جميل قوي قوي المثلث ده ماشي صحابك هيعجبهم العصفوره دي قوي وكمان هنعمل لهم المره الجايه حاجات جميله قوي طيور كمان طيور وحيوانات واشكال جميله قوي ومراكب وعربيات وحاجات جميله قوي قوي بالورق العاب جميله قوي طيب شفتي هنقول تاني احنا كانت الورقه كده تنيناها مره كده وتنيناها مره كده وبعدين قلبنا الورقه عملناها مره كده ومره كده ماشي نرجع نعمل بالورقه تاني هنعملها كده ونعمل كده اهو الله شوفوا لما عملناها كده بقت عامله ازاي بقت مربع صغير بقى جميل قوي طيب احنا دلوقتي عندنا ناحيه مقفوله وناحيه مفتوحه شوفوا الورق بيتفتح فيها ازاي هنيجي عند الناحيه المفتوحه دي وهنمسك واحده من الاثنين دول كده يعني دي فيها اتنين ودي فيها اتنين هنمسك واحده منهم وهنعملها كده نتنيها كده تبقى جميله قوي بصي انا بعد بقى ما اخلص العصفوره دي هخليكي تلعبي بيها مع اصحابك توريهم بتطير ازاي ماشي كده تنينا واحده كده ونتني اللي قصادها كمان كده نعملها كده كده اهو الله جميله قوي الطريقه دي سهله خالص بس هما لو ما عرفوش يعملوها من اول مره يشغلوا الفيديو كذا مره لغايه ما يتعلموه هيبقى سهله خالص معاهم ماشي والناحيه الثانيه نقلب كده العصفوره كده او الورقه كده اهو هنعمل برضو الناحيتين نتني دي كده اهو ماشي الله نحاول نظبطها كده بالراحه ماشي والناحيه الثانيه زيها كمان كده اهو الله جميله قوي بس سهله خالص مش كده شوفوا بقى عندنا ايه عامله ازاي هنيجي بقى عند ناحيه من الاثنين دول هنفتح دي كده كده اهو نعملها العكس كده بالراحه ماشي ونرجعها تاني ودي كده نفتح الناحيه دي نعملها العكس كده ونرجعها تاني ماشي استنى عشان بوري لهم العصفوره وبعدين بعد احنا عملنا كده هنقوم فاتحينها كده فاتحين دي كده
هندخل دي من هنا كده. الله بصي عامله ازاي، والناحيه دي كمان ندخلها كده ماشي، بقت عامله كده وجميله قوي. هنقفل دي كده ونقلب الناحيه الثانيه، هنعمل بقى زي اللي احنا عملناه الناحيه اللي فاتت، نجيب دي كده ونرجعها تاني ماشي. استني بس، ودي كده ونرجعها تاني. استني هخلصها اهوت عشان نطيرهم بقى العصافير دي، وبعدين نفتح دي ثانيه واحده كده. الله شوفي عملنا ايه، ونعمل دي كمان كده، بقت جميله قوي العصفوره. انت عارفه انا عمري ما شفت عصفوره لونها برتقاني، نعمل احنا عندنا عصافير برتقاني وفوشيا وحاجات جميله قوي. بصوا بقى يا اصحابنا بقت عامله ازاي، بقت بالشكل ده. طب بصوا بقى هتيجي نفتح دي كده كده اهو، خلينا كده معلش، خلينا نفتح دي كده لفوق ونلف الناحيه الثانيه ونفتح دي لفوق، بقت عامله كده، بقى في اتنين كده تحت واتنين فوق اهم ماشي. هنقوم فاتحين دي كده ودي كده كده اهو، بقت عامله ازاي، بقت عامله كده. الله جميله قوي. وبعدين نقلب دي لفوق، ده هيبقى الجناح على فكره، لو قلبناه لفوق كده بقى جميل قوي. والناحيه الثانيه هنقلبها لفوق. الله. وبعدين بقى شايفين ده عامله ازاي من هنا، دي ودي هنشدهم لبره 45 درجه كده، يعني دي نشدها كده حبه صغيرين خالص كده. الله. ودي كمان هنشدها كده حبه صغيرين لبره هي كمان، بقت عامله كده. نيجي عند ناحيه من الاثنين، يعني دي زي دي، هنيجي عند واحده من الاثنين ندخل صابعنا كده ونقوم عاملينها كده، بقت دي الراس بتاعه العصفوره، بقى شكلها جميل قوي 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 كده، بقى شكل العصفوره. طيب عشان العصفوره دي تطير بقى هنعمل ايه، هنيجي نتك على دي من هنا كده شويه كده اهو، ودي الناحيه الثانيه ده هي. استني كده خلصت اهو، ونعمل الناحيه دي كده شويه، بقت كده. الله بصي بقى، بصي العصفوره بتطير ازاي. الله بقت جميله قوي وبتطير معانا اهي. استني استني ثانيه واحده هديها لك تطيريها اهي. شايفين العصافير جميله ازاي، الوانها جميله قوي. طب بصوا انا قلت حاجه، لما لو انا عايزها العصافير العصفوره، مش انا كنت بعملها كده من ورا كده اهو ماشي، عشان تطير كده. بصوا كده شفتوا بتطير ازاي. استني بس استني ثانيه واحده ثانيه واحده، استني بصي بتطير بتطير كده. طيب احنا هنوقف دي كده، خليها تقف هنا، وهعمل لكم حاجه بقى. مش احنا كنا بنعمل دي واحده ثانيه اهي، كنا بنعمل الجناحات اللي ورا ناحيه الديل عشان تطير جناحها يعمل كده. طب ما تيجوا نعمل العكس، نعمل الجناحات اللي هي اللي قدام دي اللي هي ناحيه الراس، شوفوا بقى هتعمل ازاي، هتطير كده جناحاتها هتبقى عامله كده. الله الوانها جميله قوي. تيجي بقى نقول الوان العصافير اللي عندنا دي ايه، اخضر اخضر احمر احمر ها برتقاني برتقاني اصفر اصفر ازرق ازرق فوشيا فوشيا. طب تيجي نعدهم، عد كده 1 ماشي ها 2 ها 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. تيجي نعدهم بالعربي؟ يلا قول 1 لا واحد ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة شطورة. ستة عندنا ستة ألوان، فوشيا وأزرق وأحمر وبرتقاني وأخضر وأصفر. طبعا أصحابنا هيحبوا العصافير دي أوي 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 أوي، وهيكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر لون عجبهم النهاردة، صح؟ عارفة؟ العصافير دي ألوانها جميلة أوي. شفتي احنا عندنا ست الوان زي ما احنا قلنا؟ طيب تيجي نحكي بيهم حدوته جميله. بصي، كان يا مكان كان في عصفوره كبيره زي دي بتطير كده ماشي، دي مامتهم وعندها عصافير صغيره وده العش بتاعهم، تعالي نحطهم جوه العش كده ماشي. استني ماشي يلا استني بس، انا لسه ما حكيتش لحدوته. حطي حطي يلا اللي معاكي دي، العش بتاعهم كده. مامتهم كانت كل يوم الصبح، طبعا هي ايه قاعده معاهم في العش بتاعهم ماشي، كل يوم الصبح تصحى بدري تروح تطير، تفضل تطير كده، تطير 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 عشان بتدور لهم على اكل.
بيبقوا جعانين خالص، تروح تجيب الاكل، تنزل الارض تجيب الحبوب من الارض والاكل تجيبه من الارض، وبعدين تطير تروح لهم تاني تفضل تاكلهم في بقهم لحد ما كبروا شويه. ولما كبروا شويه بقى ايه المفروض يتعلموا الطيران، كل عصفوره فيهم هتتعلم ازاي تطير. نجيب مثلا العصفوره الخضراء الجميله دي، بتقف هنا على العش من هنا وتحاول تطير، تطير حبه وتقوم واقعه في الارض عشان هي لسه نونو، مامتها تطلعها تاني فوق كده تخليها تطير حبه تقوم واقعه في الارض، ترجع مامتها تطلعها تاني، والمره دي بقت شطوره بقى بتعرف تطير وتروح بعيد. وبقت تساعد مامتها تجيب اكل ليها ولاخواتها. وبعدين جاء العصفوره البرتقاني، هي كمان كانت عاوزه تتعلم الطيران، مامتها وقفتها على العش من هنا وخلتها تطير، طارت حبه وقامت واقعه، مامتها قامت مطلعها تاني عشان تطير، طارت حبه وقامت واقعه، مامتها رجعت طلعتها تاني، قالت لها خليكي شطوره، لو بقيتي شطوره هخليكي تخرجي معايا تجيبي اكل معايا، فسمعت الكلام وبقت شطوره وبقت بتطير كتير وما بتقعش. شوفي بقى بتطير ازاي، بقى بتساعد مامتها هي كمان وتجيب اكل مع مامتها. وبعدين العصفوره الصفراء كمان، العصفوره الصفراء طلعت ناصحه، مامتها جت تطيرها، راحت طايره من اول مره وما وقعتش، شطوره ما وقعتش خالص، بقت تطير عشان كبيره، كانت كبيره شويه عنهم فبقت تطير. ماشي ماشي، وانت هتطيري العصفوره دي، بصي العصفوره الفوشيا كانت عايزه تطير هي كمان، ايه ده؟ وقعت، الله، نرجع تاني. خليها بقى تطير المره دي، هي شطوره خالص، بقت شطوره بتعرف تطير كده. بقى لسه عندنا عصفورتين، الحمراء دي هاتي انا اطيرها، تمام ماشي، طب طيرها انت؟ طيرها انا. دي جت تطير اول مره راحت واقعه، تاني مره مامتها رجعتها فوق العش تاني وجت تطير، طارت حبه اكتر شويه كده بس راحت واقعه برضو، مامتها قامت مرجعاها تاني، قال لها قالت لها بقى طيري بقى المره دي، قالت لها حاضر يا ماما، وبقت تطير شطوره خالص مش بتقع، شوفي بتطير كتير ازاي. الله، وقامت رايحه راجعه العش. لسه بقى العصفوره الزرقاء دي بقت تطير على طول، دي شطوره، يلا وريني كده شطوره، شطوره هات ايدك هنا شويه كمان، يلا كمان شطوره بتطير كتير، بس وبقوا كلهم بيعرفوا يطيروا، خلاص خلاص نزلي ايدك تحت هنا شويه، بقوا كلهم شاطرين وبيعرفوا يطيروا، مامتهم علمتهم كلهم الطيران وبقوا شاطرين خالص. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ايه رأيك بقى هنقول لأصحابنا دلوقتي؟ اشتركوا معانا. لا استني بس، احنا عايزين نسألهم بس الأول، نشوف العصفورة الكبيرة اللي عجبتهم ولا الصغيرين؟ وأي لون في الصغيرين؟ يعني احنا عندنا أحمر وأصفر وأخضر وأزرق وبرتقاني، ثواني بس، وبرتقالي، ماشي حاضر اقول، وعندنا الفوشيا ده لون سكري، ده اسمه سكري، ده مش ابيض لان ده الابيض، ده سكري شويه كده بيج، هنقول عليه بيج. ماشي بيش. احنا كده عندنا سبع الوان، 1 2 3 4 5 6 7، يقولوا لنا اكتر لون عجبهم ايه في التعليقات، ونقول لهم ايه دلوقتي؟ اشتركم معانا في القناه بتاعتنا اللي فاتت، اشتركوا معانا في القناه وشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت، ويقولوا لنا ايه اكتر لون عجبهم النهارده في العصافير دي، العصافير دي. ودلوقتي نقول لهم ايه؟ باي باي يا اصحابي، باي. الله، احنا عندنا كام عربيه بقى نعد كده؟ 1 2 3، وعندنا كام عروسه؟ 1 2، طب عدي يلا، 1 2 3 4 5 6، صح صح، 7 7 7 7 8 8 9 9 بس 9 عرايس. تيجي نعدهم بالانجليزي، نعد العربيات الاول، بس استني كده عشان انت ما تقعيش، دي ارجعي ورا شويه، بص نعد العربيات بالانجليزي، يلا قولي 1 2 3 3، شطوره، ما هو 1 2 3 ما فيش 7، لا هم 3 7 بقى، نعد العرايس ونشوف 1 2 3. طب تيجي نعد العرايس بالانجليزي، عد انا ماشي، يلا 1 2 3
4 5 6 7 8 9. تيجي نقرب على العرايس كده نشوف اصحابنا عايزين يشوفوا كل عروسه لوحدها.